بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم موفور الصحة والعافية على سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونوابه وأخوان حكام الإمارات وولي عهده الأمين، ونترحم على الشيخ زايد طيب الله ثراه باني الاتحاد وأخوانه المؤسسين، وبعثة الحج الرسمية اليوم تغادر إلى الأراضي المقدسة لتقوم بواجبها تجاه حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة. واجبات هذه البعثة هي التأكد من تمام الإجراءات الإدارية الميدانية ومتابعتها بدقة حتى نتأكد أن كل حاج يحظى بالاهتمام والرعاية التي أوصانا بها أو أوصتنا بها قيادتنا الرشيدة. وفي ذات الوقت نقدر ونثمن الجهود الكبيرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا ووليا للعهد وحكومة وشعبا، وشكرا لكم.